بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مجد مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل حاجه جميله جدا، كوكس ببيضه واحده، كوكس البونبوني. جميل جدا وسهل وخطير بجد، يعني مش هياخد في ايديكم اي وقت خالص. بصوا شكله جميل كده وطعمه اجمل بجد، يعني بصوا بالفانيليا او بالكاكاو. سهل جدا جدا. يلا نشوف الطريقه ونشوف المقادير ونشوف ازاي هو بيضه واحده وهيطلع معانا، مطلع معانا كميه ما شاء الله يعني كبيره ومش هياخد في ايدينا اي وقت. بس قبل ما نروح ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد المطبخ ام باسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ونعمل الكوكس البونبون النهارده بتاعنا. يلا بينا. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. انا عندي 125 جرام زبده، لو بالكوبايات هتبقى نص كوبايه ومعلقه زبده، تمام. كوبايه سكر بودره، عندي بيضه، قول بسم الله، احط البيضه على الزبده، تمام، ونحط الفانيليا، تمام، ونحط كوبايه السكر البودره ونقلب من غير مضرب من غير اي حاجه خالص، بمعلقه بسباتيولا باي حاجه اهو، لغايه ما اخلط المقدار كله مع الزبده. هنشوف ازاي دلوقتي. تمام كده، الزبده طبعا بدرجه حراره المطبخ والسكر يكون بودر علشان ايه ما يتعبناش ونضطر ان احنا ايه نستخدم المضرب الكهربائي. تمام كده، خلاص الزبده والبيض والسكر اندمجوا مع بعض تمام بايديا من غير اي مضرب خالص. عندي نص كوبايه نشا، هضيفه مع المقدار، تمام، اقلب بقى كده النشا بالراحه عشان ايه ما بهدلش الدنيا، لغايه برده ما يندمج مع الخليط بتاعي، لغايه كده تمام وزي الفل والدنيا سهله مفيش اي حاجه. عندي كوبايتين دقيق، عليهم رشه ملح اهو، وعليهم معلقه بيكنج باودر، اهي معلقه واحده بس، ونقلب وابتدي اضيف كوبايتين دقيق لغايه بس ايه ما العجينه تتكون معايا، وابتدي ايه ادخل ايديا ان انا ايه المها كده. خلاص ابتدي اشيل المعلقه بتاعتي او اي حاجه انا بقلب بيها وابتدي ايه ادخل ايديا علشان الم العجينه، بلم بس مش بعدي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله العجينة زي الفل. عايزة اقول لكم ولا محتاجة عجان ولا اي حاجة، في 5 دقايق على طول. بصوا شايفين ما شاء الله العجينة اللي لمت نفسها بنفسها ايه. بصوا بس ايه في اشياء جديده كده، بصوا ما نبصش الايديا اللي انا بعجن بيها، اخد تملي بالايد اللي هي مش بعجن بيها واشوف العجينه مظبوطه في ايديا ولا بتلزق ولا ايه. مظبوطه وزي الفل، تمام كده، تمام وزي الفل يا ام باسل. يلا بقى تعالوا نشوف هنشكلها ازاي. قبل ما ابتدي في تشكيل العجينه هاخد جزء من العجينه كده اهو، على حسب بقى ايه حبكم للشوكولاته، وهحطها في الطبق اللي هو كان فيه دي عادي، وهبتدي اضيف عليهم معلقتين كاكاو. كاكاو بقى فاتح غامق اللي انتوا تحبوه، وابتدي اخلطها كده او اخلط الكاكاو مع العجينه. بصوا خلطتها بايديا، هي مش محتاجه ان احنا نضيف لها اي ماده سايله، هي العجينه اصلا من الاول تمام شايفينها. لو عايزين تغمقوا ممكن تحطوا لها اللي هو الكاكاو الخام، بس يعني انا من رايي خليها تبقى فاتحه كده احسن علشان ايه يعني إيه تدي يعني شكل حلو كده. في ناس ما بتحبش اللي هي الحاجه الغامقه كده. تمام خلاص العجينتين كده تمام وزي الفل. تعالوا بقى ايه نشكلها مع بعض. عندي صاج فيه ورق زبده، هبتدي هاخد كور كده على قد ما اقدر تكون ايه متساويه، يعني كل كوره تبقى ايه حجمها قد التاني اهو بالشكل ده كده، وابتدي احطها في الصاج بتاعي اهو، اعملها كلها بالشكل ده كده.
لو انت مثلا مش متاكده ان ممكن الحجم يطلع واحد، ممكن بقى ايه تجيبي معلقه المعياريه اللي هي الصغيره، ونحط فيها لاستيك راب، ونحط فيها جزء من العجينه كده، هتطلع ايه كلها شكل واحد او مقاس واحد. هوريها لكم ازاي برده كده. بصوا ادي المعلقه المعياريه اللي هي الوسط، تحط قطع من البلاستيك او ورق الاسترتش اهو، واجيب جزء من العجينه كده اهو، ونسويه بالشكل ده كده اهو، واروح مطلعاها كده. بصوا كده بقى تضمني انها تطلع لك ايه مقاس واحد. عايزه تعملي كده ماشي، عايزه تعملي كمان في المعلقه المعياريه الاصغر براحتك زي ما انت عايزه، اي حاجه اي شكل ممكن تعملي بيها. خلصت الكميه اللي عندي ما شاء الله. عندي بقى ايه حبوب الشوكولاته او اللي هي الشيكوبون، بتتجاب من اي حته، من اي سوبر ماركت او اي محل حلويات. هبتدي احط بقى ايه كده مثلا في كل واحده ثلاثة كده او حاجه، وايه واضغط كده زي ما انتم شايفين. اقرب لكم اهو، بصوا نحط بقى ايه كمان في اللي هي الشوكليت دي، نحط الوان فاتحه علشان ايه تفتحها لنا شويه اهو، نحط ونضغط كده مش كتير، هي فيها كده كده بيكنج باودر فايه هتفرش معانا. هخلص بقى ايه كل الصاج كده بالشكل الجميل ده، وبعدين نحطه في الفرن على الرف الوسط على درجه حراره 180 و10 دقايق كده او ربع ساعه، ونتابعه لان هي مش هتغيب. بصوا حبايبي الكوكيز بتاعي طلع اهو من الفرن، نسيبه بقى لما يبرد ونفضيه بقى في طبق ونيجي ندوقه مع بعض. حبايبي الكوكس البونبوني بتاعنا هيخلص، استنيناه لما يبرد وطلع بكل سهوله من ورق الزبده. بصوا شايفين شكله جميل وطعمه اجمل. بسم الله حلو قوي البونبوني اللي فوق، يعني عامل شغل جامد جدا جدا، والشوكليت اهو حاجه من ورا الخيال بصراحه. يلا جربيه قولي رايك الجميل ايه، سهل جدا ببيضه واحده بس. يلا قومي اعمليه دلوقتي وشوفي صورته وجربيه قولي رايك الجميل. متنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل المطبخ مباسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. وصفه سهله وسريعه من مطبخ مباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.